أوقات بحس إنك بعيد، بنده عليك ومش بلاقيك. ليه يا رب واقف بعيد؟ إزاي سايبني؟ إزاي سايبني وإنت عارف إن ابنك في دين؟ يجي الشيطان يقولي هو فين؟ هو فين من كل اللي إنت فيه؟ والأفكار واليأس يملاني، ما أنا أصلي ضعيف. لكن في وسط ضعفي ويأسي بلاقيك بترتب أمور عجيبة وحلولك للمشاكل مترتبة بطريقة غريبة، وتفتح ألف باب وباب وبتديني دايما فرحة جديدة. فخجل من نفسي إزاي أفكر فيك كده، وأتأكد إنك كنت طول الوقت ده سامع صلاتي ودموعي وقت دقيقاتي، حتى أنادي في وقت سكاتي. وصلي وصلي وهفضل أصلي علشان أتأكد إنك هتستجيب.
دمعي وجرفع وحملي على كتفيه بطول المسير. نظرت إليه بعين العبيد فمال إليه كأبر رحيم يهرع لعوني ويعرف وجعي ويدعو لي بين البنين. فكيف أظن ولا يستجيب فكيف أظنه لا يستجيب فيما أظنه لا يستجيب يرتب أمرا عجيبا رهيب يحل قيودي ويطفي اللهيب بيده فيصنع عهدا جديد. يظل أمينا وديعا قريب فيخجل قلبي بحب العجيب وحين يطول الليل الرهيب أراه يضيء أمامي الطريق ويفتح أمامي بابا جديد. فكيف أظنه لا يستجيب فكيف أظنه لا يستجيب. خطاياي قلت أوي وفيت
وحدة صلاتي وهو الكفاية. كترت عاداتي وشهواتي وخطاياي، قلت أوي وقفة صلاتي وأقول كفاية. هرجع وأتوب الأذنوب تجري ورايا، يا رب صلح للعيوب خليك معايا.
ألف باب غيره أصلي له تحير علي تدبيره بيقفل باب ويفتح ألف باب غيره يدوب يلمح إيدي أمامه مرفوعة بحبك علي في كذي خيره ما بفهمهوش ساعات يمكن وبتصمر واشوفه بعيد في وقت الديوم اتأخر يقول لي اصبر ما تستعجلش على فرحك ده انا بايدي بجهز لك فرح اكبر بيبعد رحمة للسهران من الناسي بيبعد نعمة للغفلان وللناسي بيبعد رحمة للسهران من الناسي بيبعد نعمة للغفلان وللناسي بيطبطب على المهموم الواسي ويفتح طال المسكوت في أحزانه وحناني واللي داق منه أكيد عارفه يحوط علي ماشي بسكته شايفه ويصبر علي ماشي بعيد وبيخلفه ويوفي العهد لو كل البشر خانوه أروح عنده أحط الحمل وأسيبه وأنا مرتاح ما أنا واثق في ترتيبه ولا يشغلني خوف من جاي ولي وإزاي وأقول الخير يا رب أنت اللي هتجيبه سخي عقلي وجواني أنا متشال وفي حضوره بحس بكل راحة تال بألف عوضه هيعوضني عن أتعاب سنين عدت وبكرة يبقى أحسن حال يبعد رحمة للسهران من القاسي ويبعد نعمة للأفلام وللناسي بيبعد رحمة للسهران شرخانو
سنة من السنين انتهت وسنة جديدة هتبدأ، يا رب تكون سنة التعويضات والقرب منك، سنة توبة، سنة تغيير، سنة كل ثانية فيها بيك وليك ومعاك. في السنة الجديدة كل واحد فينا لازم يفكر في مراحم ربنا علينا طول السنة القديمة وحبه اللي بيساوي أكتر من حب كل البشر. كل سنة بتيجي بأمنياتها الكتيرة، كل سنة بتيجي وانت عينك علينا وحضنك مدفينا. يا رب تكون سنة أفضل وأحبك فيها أكتر وأكتر وأقرب منك أكتر وأكتر. Thank you.
في المزمور بيقول جزنا في الماء والنار وأخرجتنا إلى الروح. الماء بيغرق والنار بتحرق، وإحنا فعلا كنا في أيام الكوفيد، كل الناس كانت خايفة لتغرق في المرض ده، لكن ربنا عبر بينا إلى الروح. الروح بيعني السعة، يعني طلعنا من الضيق إلى الفرج. اطلبني في وقت الضيق، ودي كانت ضيقة مرت بيها مر بيها العالم كله، وإحنا ككنيسة برضو عايشين في العالم مرينا بيها، وفعلا شفنا إنقاذ ربنا وإحنا دلوقتي بنمجده. إلهي أرسل ملاكه فأنقذني من فم الأسد، من فم الموت. وفعلا ربنا أرسل ملاكه أنقذ أبونا داود وأنقذنا كلنا، لأن إحنا كلنا كنا في مخالبه، كان وحش وكلنا كنا خايفين، لكن نشكر الله عبرت بسلام وعدينا والحمد لله. في حاجات ساعات بتخوف وحاجات كتيرة بتحير، لكن أنت وعدني زي ما كلامك بيقول إنك تديني سلام يفضل في قلبي على طول. I thank you my Lord for the love that you love me with. I thank you for everything in my life. Even when the earth is shaking under my feet, even when the troubles are all around me, you like a father who takes his child in his bosom to protect him from everything around him. And he would feel this is his best place to feel safe. We feel safe because we know that we are in your arms. And we thank you because you protect us, even when things become so difficult to understand or to feel that it could pass safely. But at the end, you bring us out with great glory. We thank you for you being our Father who loved us from the beginning, who saved us from Satan and opened the kingdom of heaven for us.